نغم اف ام خليك على 105.3. نغم اف ام هو ده الراديو. انتوا لسه بتسمعوا واحده وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. واحده وبس. لسه مكملين واحدة وبس على نغمة في أم. رقم الاسمس هو 105.3 والتليفون 3835316. وساعة تانية من برنامجنا النهاردة تكون ضيفتي اللي منوراني دلوقتي الفنانة رولا زكي. زكي رولا. هاي نيرة. كيوت. قلت لكم رولا كيوت. انتي اكتر حياتي. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. لسه مخلصة تدريس 2 classes اطفال KG. انت ايه كمية حبك للاطفال ده؟ يعني انا بحس ان وانتي بتتعاملي معهم ان انتي طفلة زيهم. بالظبط. للأسف انا طفلة. دي حاجة حلوة جدا. شكرا. بتعرفي تتعاملي معهم؟ يعني عايزة اقولك ان الاطفال دول اصعب يعني او خصوصا ابتدائي والمرحلة دي اصعب تعامل ان انتي تتعاملي معهم ان انتي تحتويهم ان هم يحبوك ويتعاملوا معاكي. بتعملي ده ازاي؟ اولا الاطفال كلها بتحب الموسيقى فانا الحمد لله بدرس موسيقى مش ماث ولا حساب ولا جغرافيا ولا حاجه كده فالاطفال كلهم بيبقوا مبسوطين بنغني بنلعب الات موسيقيه بنلعب ميوزيكال جيمز فبيبقوا مبسوطين الحمد لله. بداتي تدرسي لهم من وانت عندك كم سنه؟ ادرس لا من زمان قوي. من زمان. اه. ولسه حابه الموضوع اصل هو بيبقى لود او بيبقى يعني اللي هو مسؤوليه كبيره. بس انا انت حباها. انا بعرف اتعامل معاهم وعشان انا كمان عندي اطفال عندي تميم 5 وكريم 12. ربنا يخليهم لك. مجننني وعشان كده انا بعرف اتعامل كويس. بس انت شخصيتك تبيني ان انت كيوت قوي ومش مش جامده اللي هو تعرفي تاخدي اكشن وتزعقي وتعرفي تعملي كده. متهيألي. رولا انت بتغني من وانت عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين. انت مش بتغني عربي بس انت بتغني لغات كتير جدا. 13 لغة. قول لا. طب انا عايزه حاجه فرنسي والنبي يعني كمان شويه كده. اوكي كمان يلا بينا. طب يلا. أوكي. يلا. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. معلش انا عندي زكام. كملي ده انت فظيعه. لا في اون روز. كملي ده انت فظيعه. ده انت ده الحلقه كلها فرنسي النهارده مفيش عربي يا جماعه مش هنسمع عربي. عايزه اقول لك ان في مسجات كتيره جدا جايه لك من امبارح لان احنا حطينا بوست ان انت هتكوني معانا. ناس كتيره بتتكلم عن غناك الراقي واختلافك في الغنى واللون اللي انت بتغنيه طبقه صوتك نفسها. انت ايه؟ شكرا قوي قوي. كيوت يا جماعه. انا قلتكم ان هي كيوت. طيب تحبي اول اغنيه نبدا بيها حلقتنا ايه؟ عايزين ايه بقى؟ في قد الدنيا، في قربني ليك قرب ليك، وفي اصوات بلدنا، وفي الفرحه، في مزيد. اختاري. انا اختار لكم عشان انتوا طبعا تلاقيكم تعبانين وراجعين من الشغل ممكن وكده. الفرحه عشان نفرح شويه. طب ما تكلمينا عنها. هقول لك الفرحه. محمد وزيري اللي لحنها، محمد الشاعر، توزيع محمد الشاعر. والفرحه دي فيها حاجه غريبه انا بعملها فيها. ايوه. فيها آلة الترومبت أنا بعمله ده ببقك بشفايفي بشلاطيمي. فلما تسمع هي كده في الآخر الأغنية كده هتلاقوا حتة فيها ترومبت سولو أنا بعمله ببقي. ودي كانت فكرتك أنت ولا فكرة فكرتي أنا؟ أنا قلت لمحمد وزيري من فضلك أنا عايزة أغنية أعمل فيها الترومبت اللي بعمله ببقي ده. فقال لي عندي أغنية هايلة اسمها الفرحة. أوكي. عجبتني قوي قوي. طب احنا نسمعها وهنرجع نكمل. اوكي. 105.3 رقم الاسمس والتليفون 3835316. اي حد عايز يسال اي سؤال لرولا زكي يبعت لي على كمان الفان بيج نغم اف ام بالعربي بفرانك عرب. نسمع الفرحه ومكملين واحده وبس على نغم اف ام.
انتوا لسه بتسمعوا واحدة وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. واحدة وبس. رجعنا لكم في واحدة وبس على نغمة في أم، وضيفتي الفنانة رولا زكي هتغني لنا بكل لغاتي كمان النهاردة، مش هسيبها غير لما تغني بكل حاجة. عايزاكم تبقوا معايا في الاستوديو عشان تشوفوا قد ايه هي كيوت وجميلة. ثانك يو نايس. شكرا. طيب احنا ناخد تليفون زيزو عشان نكمل كلامنا. اوكي يا زيزو. ايوه ازيك؟ انتوا عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا زي الفل والدنيا تمام والطريقة 10/10 معاكم. ربنا يخليك. قول لي عايز تسأل رولا على ايه؟ والله انا عاوز اقولها ان صوتك جميل جدا بجد يعني، وطبعا صوتك عالية قوي 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 قوي، بس احنا عاوزين نرجع بالاغاني بتاع زمان يعني، هي ترجع للهادي شوية علشان نتلم تاني كلنا مع بعضنا يعني. هي صوتها جامد جدا. اوكي. بعدين يعني كمان لو دخلت لنا بقى العربي مع الفرانك ومع الفرنش كله كده، اغنية كده توتال كده عايز تستغلها. طيب يعني كده نورتني يا زيزو. وبعدين انا عاوز اقول حاجة. اتفضل. هي لازم تحكي لنا عن حياتها الرياضية، هل هي بتمارس رياضة في حياتها ولا ما بتمارس رياضة في حياتها؟ يونوتو ايه بقى؟ يونوتو ايه ده بقى؟ مين ده؟ هو مين؟ زيزو انت اسمك الحقيقي ايه؟ يونوتو ماتش. بصي بصي بجد انا عاوز اسألها على عنصر الرياضة، هل هي بتتكلم 13 لغة؟ انا عاوز اعرف الرياضة هل ليها في حياتها جزء معين تساعدها على الكلام ده؟ طبعا اكيد طبعا. ده بياخد اسئلتي الراجل ده بياخد اسئلتي. حاجة غريبة. لا عايز اعرف مين هو. فمين بقى بعد الحلقه ان شاء الله؟ طيب ماشي. هو انت مدرب التنس بتاعي؟ والله انا جاي نتعرف. انا 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 مدرب فيتنس عام عامه يعني. فيتنس اوكي. وانا كنت بطل مصر في الماراثون في الضاحيه في النادي الاهلي، بس انا عاوز اسالها عن الرياضه. هنرد حاجه مهمه الرياضة. جدا جدا في حياتي عشان اقول لك دلوقتي. نورتنا يا زيزو، خليك متابعنا تسمع رد رولا. انا معاكي معاكي. باي باي باي. يلا يا ستي قولي بقى. اوكي زيزو، شكرا قوي على اللي انت قلته عليا. شكرا. في اغاني هتسمعها دلوقتي هاديه وهادفه. انت اصلا اللون بتاعك الرومانتك اكتر صح؟ في كتير. انا بحب الوان كتيره. ف اوكي. انا برج الجوزاء على فكره، فعشان كده انا بسمع. انت ايه يا نيره؟ انا ميزان. والله عشان كده بحبك. عشان كده بحبك. انا بحب ميزان قوي قوي. هوائيين احنا. احنا اتنين هوا مجانين. طيب خلينا نرجع تاني للرياضة. الرياضة طبعا انا بابايا كان بطل مصر في الجري في ال اسمه ايه الشورت ديستانسز، 100 متر 400 متر الحاجات دي كلها، في كل في اللونج جامب تريبل جامب. فانا كمان كنت كده في المدرسة، كنت بروح بطولات وبكسب بطولات وكده. فالرياضة طبعا مهمة جدا جدا. طيب خلينا نرجع تاني. انت قلتي ان انت بداتي تغني من 9 سنين مظبوط؟ مين اللي اكتشف فيكي موهبه الغنى؟ ماما ربنا يخليها. هي اكتشفتني وانا 9 سنين كنت بغني بغني في الحمام. بغني زي اي طفل طبيعي. بغني اوبرا في الحمام. اوبرا في الحمام. بقلد يعني بقلد اوبرا كارمن بيزي في الحمام. فهي وكمان اني ميوزيكال كده بالانجليزي، فقالت مش ممكن صوتها بالظبط زيهم، فودتني عند دكتور رؤوف زيدان. اوبرا بيدرس فويس غنى وصوت، وقال دي صوتها كانها عندها 20 سنه. انا مفيش حد عندك في العيله بيغني؟ جدتها كانت بتغني. جدة مامتك؟ ماما اتطردت من الكورال. ليه؟ كانت بتنشز حضرتك. طب انا هقولك حاجة وفير، بمناسبة النشاز دي محدش يعرفها غير مامتي انا بقى. بس بيني وبينك. بس ماما طبعا فنانة ارت اوكي ترسم. وبابايا صوته حلو قوي. بابايا يمكن سمعته في الخليسة كده في التلفزيون في اعلانات زيوت كتيرة بيعرف. توكيل الزيوت. طيب خلينا نرجع تاني للألبوم اللي انت عملتيه الأخير. احنا سمعنا منه الفرحة، عايزنا نسمع ايه دلوقتي؟ اوكي. سمعتوا الفرحة، متهيألي هسمعكم أغنية عزيزة عليا جدا. لما أنا كنت في الجامعة في أمريكا في ولاية ويسكونسن، جامعة لورنس يونيفرسيتي، كنت في حتة هادية جدا ما فيهاش إلا بقر وكده. اوكي. انا والبقر لوحدنا. والمدينه شارع واحد بس اصلا. فسمعت كلاكس اتخضيت.
فرحت وانتي سادة؟ فرحت جدا وقلت يا وحشتني مصر قوي قوي، وحشتني الأصوات اللي بنسمعها في الشارع. يا ابو حلاوة تيان، يبقى أصوات بلدنا، هنسمع أصوات بلدنا صح. يا ريت يا جندوفلي، فانيلة حمادة بجنيه، فستان شيماء باتنين جنيه، ورقصني يا جدع. فبس فقلت انا عايزة اعمل اغنية فيها كل الاصوات بتاعتنا بتاعت بلدنا الحلوة واسميها اصوات بلدنا. فالكلام البداية بتقول كتير مع نفسي بسرح وبياخدني الحنين، افتكر اصوات بلدنا وناسها الطيبين، لما نصحى من النجمة والناس كلها نايمين على صوت عمال بينده يا ابو حلاوه يا تين. الله، دي كلمات مين؟ دي كلمات نادر عزت. اوكي، وبرده محمد وزيري لحنها. شكرا يا نادر على الكلام الجميل، ومحمد على اللحن اللي انا عجبني واتبسطت بيه. يا رب تعجبكم الاغنيه. خلينا نسمعها. رقم الاس ام اس 153 والتليفون هو 38353316. اي حد عايز يسال رولا زكي اي سؤال يبعت لنا كمان على الفان بيج هي نغمه في ام بالعربي بفرانك ارا. نغم اف ام هو ده الراديو. انتوا لسه بتسمعوا واحده وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. يلا انت اللي هترجعي، اتفضلي. اعمل ايه بقى؟ ازيكم ازيكم عاملين ازيكم؟ لسه مكملين واحدة وبس على نغمة فهم، وضيفتي رولا زكي، ونتكلم على الألبوم الجديد بتاعها والألبوم اللي قبل كده كمان، وعلاقتها بالأطفال والتدريس، وإنها بتغني ب 15 لغة. 15 صح؟ آه كويس، أنت زودتي واحدة. 15 ده من عندي دي، شفتي بقى. 14 لغة. أصل جات لك مسج بتقول من إسلام، بيقول مساء الخير عليك يا نيرة وعلى رولا، كيوت وعجبني صوتها جدا واختياراتها للأغاني، وعجبني موضوع الغنى ب 15 لغة، بجد مدهشة. هم 14 مش 15. شكرا يا إسلام. شكرا. طب إيه أكتر لغة غير العربي أنت بتحبي تغني بيها؟ او ايه اكتر لغه قريبه ليكي؟ كلهم والله، في يعني اليوناني، الاسباني، اوكي، دف كده. اليوناني قريب مننا، الاسباني، اللاتين عامه، اللاتين في دف كده، الالماني شويه صعب، شويه رخم. اصعب لغه تتغنى هي البولندي، ودي اصعب لغه حقيقي فعلا. اوكي، في اللبس. ف ما تستفزنيش، قولي غني. غنيت هي غنيت انا يمكن اغنيتين بولندي لواحد مصري اتجوز واحده بولنديه، وبعد ما خلصت الغنى مرات العريس قعدتني مع اهل العروسه البولنديين معاهم في الترابيزه، افتكرتني يعني هقعد اتكلم معاهم. اوكي، هم ما بيتكلموش عربي ولا انجليزي، بولندي بس. أوكي. وانا ما انجليزي وعربي مش فقلت لهم بقى كلام الاغنيه، بقى كلمتهم بكلام الاغنيه. هو ده القاموس اللي عندي، هو ده الكلام اللي بيضحك عليا. في جايلك مسج من رقم اخره 176 بيقول الله اكبر انت فين من زمان ما شاء الله عليكي، ده ابراهيم الونش. اوكي، دايما ميرسي، بشكرك جدا. شكرا يا ابراهيم. وفي كمان حسام، بشكرك جدا جدا يا حسام، مساء الخير، بصراحه يا رولا صوتك رائع زي داليدا، هي غنت كمان داليدا، انت غنيتي اغنيه حلوه يا بلدي صح مظبوط. اه انا مش عايزه اكهدك في الغنى عشان عارفه ان انت تعبانه. شكرا، بس على قد ما بقدر لو سمحت يعني كده. انت من نفسك كده اطلعي لي باغنيه. طب معايا تليفون. الو الو، ايوه مساء النور، مين؟ احمد زهران. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. قولي عايز تسال رولا ايه؟
ما انا عايز اقول لها ان صوتك جميل جدا وريت اسمع لها حاجه كده بصوت جميل كده بس تكون اجنبي. اجنبي اوكي تمام. عشان خاطرك عشان خاطرك بس اغنيه هندي. ايه رايك بقى؟ هندي بمسي على محمد عراقي وبمسي على كل الرابطه وبقول لهم كلكم طيبين. نورتني ميرسي يا احمد. باي باي. خشي لي في الهندي يلا احمد وكل الرابطه اغنيه هندي. او ميري سوناري 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 مش قادرة. دل هي چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بری من کی بھولی سی آشا چاند تاروں کو. مين کو ده يعني لو سمحت انا عايزه افهم اي حاجه مش فاهمه. ده جهل وحش قوي. طلع حاجه وحشه جدا. طيب رولا خلينا نرجع تاني للالبوم بتاعك. انت الاول بعد انت بدأتي تغني من 9 سنين وبعدين اشتركتي في برنامج غنائي ستار ميكر مظبوط؟ اه صح. طيب غنيتي اغنيه فيه حلوه قوي ذكرياتي. طب عشان بلاش. طب خلاص بلاش خلاص ذكرياتي روحها. طيب. لا لا خلاص ما تتعبيش نفسك. طيب هتسمعي ايه في الالبوم الجديد؟ تحبي تسمعي ايه دلوقتي تاني؟ انا اسمع انا اوكي. انت تختاري لنا. انت تختاري لنا. اوكي في... سمعنا الفرحه وسمعنا اصوات الدنيا. اصوات بلدنا. بلدنا باردون. اوكي في اغنيه بحبها قوي سلو زيزو. دي عشانك بقى انت كنت عايز حاجه هاديه كده. طلعت عارفاك يا زيزو. شفت زيزو اسمها كل ثانيه او اقرب ليك. كل أقرب ثانيه ليك. اقرب ليك اوكي كل ثانيه. دي الحان علاء الراوي والشاعر ايهاب عبد العظيم وتوزيع عمر اسماعيل. علاء الراوي فظيع صوته جميل جدا جدا فعلا. انا كل شويه بقوله انت ليه مش بتغني اكتر يعني انت صوتك. طب ليه ما فكرتيش تعملي انت هو اغنيه مع بعض؟ لا ده هيبقى احسن مني بكتير. صوته فظيع فظيع وطيب جدا ومحترم. علاء لو سمعني هاي. هاي علاء. نهارك فل. نسمع الاغنيه كل ثانيه. كل ثانيه قرب ليك ولا كل ثانيه؟ هي هي؟ اه اوكي. 153 رقم الاس ام اس والتليفون 3835316. مستنيه اسئلتكم كلها لرولا زكي على الفان بيج نغمه في ام بالعربي بالفرانك عرب. تا 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 اهي صح كده؟ ثانية بعيشها معاك عشان جنبك عشان مهواك مش ببقى عايزاها تفوت. نسيت عمري نسيت الناس ومش عايزة غيرك خلاص بقى حبك حياة أو مع 105.3 نجم اف ام هو ده الراديو. انتوا لسه بتسمعوا واحدة وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام واحدة وبس. لسه مكملين واحدة وبس على نغمة في أم وضيفتي الفنانة رولا زكي. لسه بنتكلم معها في كل الجديد وكل الأغاني اللي هي غنتها واللغات الكتيرة اللي هي ملخبطاني بيها دي. عمالة تغني لي هندي وحاجات حاجات غريبة كده. معايا دلوقتي الملحن كل ثانية مظبوط علاء الراوي. ألو يا علاء. أهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. أنا سعيدة والله إن أنت طلعت معانا على التليفون وإن أنت رديت على التليفون. ربنا يخليك. عايزة أحييك على الأغنية حلوة جدا. ربنا يخليك. ايه حلوة عشان رولا اللي غنيتها والله. ربنا يخليك عشان كنتوا الاثنين بصراحة. طب قولي علاء بقى تعاونك مع رولا. رولا متعبة. رولا مريحة في التسجيل. بتتعبك بترهقك ولا بتسمع الكلام بالضبط؟ لا لا خالص. رولا ما شاء الله عليها يعني فنانة هايلة جدا. انا يعني والله لما بتكلم مع حد دايما بقول انا اتمنى كل الناس تبقى زي رولا. الله يعني والله انا قلت لكم كيوت محدش صدقني. لا هي عارفه هي عايزه ايه. محضر. فهي ما شاء الله عليها يعني خدت. انا بعت لها اغاني كتير لما هي عرفتني عليها في دي فبقى
بعت لها اغاني كتير, هي اختارت دي من ضمنهم بدات حافظاها ما شاء الله. ودخلنا الاستوديو مفيش اي حاجه خالص, يعني احنا يمكن هي خلصت غنى قبل ما احمد خلص مزيكا اصلا يعني. اوكي طب انا عايزه اسال سؤال, انت تعاونت معاها في كل ثانيه بس ولا في حاجه تانية غير كل ثانيه؟ والله احنا بنحضر في حاجات تانية بس هي كل ثانيه دي في الالبوم ده ان شاء الله, واحنا مع بعض ان شاء الله في الحاجات اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. عايزين تاني علاء من فضلك حاجه تانيه زيك. ملحن علاء الراوي, بشكرك جدا على تليفونك وبشكرك على مداخلتك معانا. وعايز تقول لرولا ايه بقى كده على الهوا, يعني لو في حاجه مقلب عملته فيك, عشان عارفه ان هي غاويه تعمل مقالب. لا ما عملتش مقلب في علاء, لسه خد بالك على نفسك, احترس احترس. استني نورتني علاء, وان شاء الله تنورني في الاستوديو قريب. ربنا يخليك يا نيرة, متشكر جدا وبشكر رولا على ان انا اصلا تعاونت معاها, لان ده شرف لاي حد انه يشتغل مع صوت زي رولا. والله شكرا قوي علاء, مكسفتها دلوقتي علاء. سيبني انا بقى, انا هشوف الموضوع ده. نورتني علاء. باي باي, مع السلامة. ملحن علاء الراوي, يعني ربنا يوفقك وليه مستقبل حلو جدا جدا. خلينا نرجع بقى لرولا. يا رولا ايه يا نيرة, انا هداكي تغني لي بلغة كده مختلفة, يعني الهندي ابهرتيني, غني لي بحاجة. خدي يوناني, اديني يوناني. انك ساستوكي بومو بيغادي نابوتي سوتا بوليا نارخيسك زي بروي كبرادي سامي كريثرو سوستاليا ميلي سامو تسفيلي سابو تامو ميلي سامو. اوعى تكون دي اغنية حب دي؟ دي حب؟ هما كده بيحبوا بعض؟ دي تبقى مهزلة. هناك في اليونان بيحبوا بعض ولما بيغنوا المزيكا بيرموا اطباق على الارض ويتكسر علشان الصوت حلو. فكده الحب كده الحب. احنا بنحب غلط في مصر تقريبا. طب قولي لي رولا, احنا بنرمي حلل, احنا بنرمي على دماغنا حلل شباشب حاجات بتتحدب. الجو ماله, واحده من الاغاني اللي انا شخصيا بحبها لك جدا جدا, جات لك فكرتها منين ولا هي اوريدي انت كنت عايزه حاجه بالمود ده ولا لقيتي الاغنيه فاخدتيها؟ الجو ماله الحان الملحن الكبير خالد البكري. اوكي احنا حاولنا نكلم خالد بس هو مشغول دلوقتي فللاسف مش هيقدر يطلع معانا على الهوا. ومحمد الصغير اللي كتب الكلام. انا كان نفسي انه خالد يعمل لي اغنيه وعملها لي والحمد لله, ومبسوطه قوي ان هو اداني اغنيه فيها تفاؤل وكده. فالجو ماله فيها كل التفاؤل, في السكه سهله والجو فاضي وكل حاجه حلوه قصادي, تديكي انرجي كده باور. بالظبط. يعني عايز اقول لك انا من يومين بس الاغنيه في الحقيقه ما كانت عندي, فمن يومين كنت عامله الحلقه عن الاغاني الايجابيه واللي بتديك الطاقه الايجابيه والانرجي والكلام ده. انا اول ما قلت الموضوع فكرت في الاغنيه دي, قعدت ادور عليها ما لقيتهاش. فلا خلاص من هنا ورايح بقى تفاؤل الصبح. تيجي نسمعها؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله. 153 رقم الاسم اسوء التليفون هو 38-35-316. الجو ماله رولا زكي, ومكملين واحنا وبس على نغم افهم. انتوا لسه بتسمعوا واحدة وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. واحدة وبس.
يلا يا رولا تقمصي شخصية المذيعة وقولي رجعنا لكم ومكملين. سلموا عليكم. دي مذيعة؟ دي مذيعة بذمتك؟ أنا لما أغير صوتي وبعمل مقالب بقلب كده. طب يلا طيب احنا عايزين نعمل مقلب حد على فكرة النهاردة, مش هروح أغلى ما نعمل مقلب حد. رجعنا لكم ولسه مكملين واحدة بس على نغمة في أم وخلاص, فاضل ربع ساعة وضفتي الفنانة رولا زكي بتغني لي بكل اللغات وبتتكلم معانا على الجديد والأغاني بتاعتها. روليا أنت عملتي أغنية للأطفال مظبوط؟ آه. ايه كلمي عنها بقى. عملت اغاني كتير للاطفال. اوكي. في واحده على يوتيوب اسمها سلام لكل طفل في الحياه. ماشي. بتقول بنعيش في دنيا واحده لكن في بلاد كتير, بس احنا زي بعضنا اكيد, تفكيرنا هو هو, جوانا حاجات كتير, احلام بريئه كل يوم تزيد. فدي اغنيه موجوده. في اغنيه تانية اسمها مزيكا برضو على يوتيوب هتلاقوها, يا رب تعجبكم. في الألبوم الأطفال ده في أغاني كتيرة بتتكلم على المبادئ ونحترم بعض وما نرميش حاجة على الأرض, نقف حاجات اللي احنا دلوقتي ما نلاقيها في الأغاني بالضبط, نقف في طابور نقول شكرا من فضلك, قيم المبادئ والأخلاق اللي ما بقتش موجودة. أنا بتخض بلاقي يعني في ناس وأطفال مش وكبار حتى ما بيقولوش من فضلك وشكرا. كنت سايقة مرة في المهندسين لقيت حد رمى قدامي كان بتاع مشروب قدامي في الشارع قدامي, وبعديها على طول حد رمى علبة كلينكس بحالها. ما صدقتش. طب رولا عايز أسألك سؤال, انت في وسط الأغاني ومودة الأغاني الهبطة اللي احنا بقينا نسمعها, الأغاني اللي يعني كمان نص ساعة ممكن أصلا تنسي الأغنية, لما لقيتي نفسك هتغني وهتغني بلون مختلف وبشكلك المختلف, ما خفتيش ان الألبوم بتاعك ما يتباعش علشان انت مش تبع الموجة بتاعت الأغاني السايدة دلوقتي؟ انا عامله الوان كتيره مختلفه في الالبوم ده, ومبسوطه انه في تنوع كبير جدا في الالبوم, فان شاء الله في حد هيلاقي حاجه يحبها ان شاء الله. وعشان انا مختلفه متهيألي يمكن ده كمان ده بالظبط يساعدني يا شباب. طيب ما تيجي ناخد التليفون اللي معانا. الو الو. ايوه ازيك يا محمد, عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. حضرتك كويسه؟ حضرتك كويس الحمد لله. الحمد لله. قولي عايز تسأل رولا ايه؟ انا عايز الله ان شاء الله اتفوق دايما, وعايز اسمع حاجه من صوتها الجميل وبهديها لعمري احمد زهران وليكي وان شاء الله للمستمعين جميعا, ولا باذن الله تنزل على طول. تمام. شكرا قوي قوي يا محمد, ربنا يخليك. هغني لك حته كده من الالبوم اللي فات بتاعي. ماشي. أغنية اسمها قلبي ده, أغنية كانت أصلا اسمها سوي, أغنية معروفة اتغنت بكل اللغات مظبوط. طيب يلا بينا. قلبي ده لما شاف عينيك حس بيك, هات ايديك طول اليوم وانا بفكر فيك, اه يا ريت ابقى ليك. ما تكملي ما تكملي يا ربي كملي, انا مستمتعه بس كده. طيب الالبوم الاخير اللي انت عملتيه يا رولا, وانت داخله تعملي, انت عملتي اول البوم وبعدين اتاخرتي شويه, خدتي وقت كتير, حصل حاجات بقى في الدنيا ولا هنا اوكي. فالدنيا فعلا كان يعني زي ما بيقولوا سو واقف, ما كانش في حد مركز في الحاجات دي. رجعتي تاني عملتي الالبوم الثاني, حاولتي تتفادي ايه من الاخطاء اللي عملتيها في الالبوم الاولاني في الثاني؟ متاليش في اخطاء قوي, بس يعني اول البوم انا كنت عايزه اغني الاغاني الانترناشنال اللي بكذا لغه دي بالعربي عشان افرج الناس اللي بره انه في مصريين بيغنوا بلغات نفس الاغاني مختلفة. بس بالعربي بلغتنا بلغات مختلفه وبالعربي. اوكي. وكنت عايزه برضو اسمع مصر الاغاني الحلوه اللي هي عايشه لغايه دلوقتي وبتتغنى بلغات مختلفه, ليه مش ليه مش بالعربي, ليه مش بالمصري. فبس فانا خلصت الالبوم الاولاني, الثاني بقى انا عايزه اقرب من الناس واغني لهم حاجات خاصه بيكي انت. فبس يا رب يعجبكم الالبوم. طب عايزه نسمع ايه دلوقتي, ايه رايك تسمعوا أغنية أطفال اسمها مزيكا؟ مزيكا دي للأطفال مثلا من صفر لغاية مثلا خمسة, بتعلمهم حاجات كثيرة. أوكي نسمعها. رقم الاسم 153 والتليفون هو 38-35-316. أي حد عايز يسأل رولا أي سؤال يبعت لنا كمان على الفان بيجي يا نغم أف أم بالعربي بالفرانكو أرب. هنروح نسمع الأغنية ونرجع ومكملين واحدة بس على نغم أف أم. جسمي مزيكا مزيكا عاوزة ترقصني بإيديا
انتوا لسه بتسمعوا واحدة وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. واحدة وبس. رولا زكي، خلينا ندخل بقى في الموضوع على طول. اسالك سؤال، بما انك بتغني بلغات كتير جدا جدا، مين من وجهه نظرك اكتر مطرب عالمي نفسك كنتي تشتغلي معاه او تغني معاه، حتى لو كان ممكن مات او مش موجود دلوقتي او كبير، ست او راجل؟ خوليو إجليسياس بيغني ب 14 لغة، وهو مشهور جدا عشان هو بيغني ب 14 لغة وصوته فظيع وبيغني باحساس فظيع وصوته قوي فهو لسه عايش. ايوه بس كبر يا حرام في السن. وشفته في أمريكا في حفلة وجي هنا مصر في غنى في قدام البيراميدز الأهرامات وبس صوته تقص يعني أكيد ما مستنى ضعف يا حرام السن. السن وكده فده نفسي كنت نغني مع بعض. طيب مين غيره؟ مش عارفه هين. خليني عشان انا متحيزه للفرنساوي، انا 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 ماشيه في سكه الفرنسي يعني، انا غصب عني بروح للحته دي. لا غفا بيان الان سيجارا، انا بغني بغني الان سيجارا، بغني اغنيه التلام التلام وفي الالبوم القديم التلام غنيتها بالعربي. طب شفتي بقى ان انا بطلع منك كان حاجه، وكان اسمها كان وكان. تصدقي اوكي بس دول هايلين دول هايلين. طيب خلينا ناخد التليفون اللي معانا. الو يا علي. علي علي راح علي راح. طيب نرجع للألبوم الأخير تاني. انت قلتي ان انت الألبوم الأولاني كنت بتحاولي تاخدي كل الأغاني أو معظم الأغاني العالمية المعروفة اللي اتغنت بكذا لغة تغنيها بالمصري، بس طبعا الكلام بيبقى مختلف يعني مش هو نفس الكلام الأغنية الأصلي بس على نفس الميوزك، مظبوط كده؟ الألبوم التاني انت اهتميتي ان تقربي من الناس أكتر وتعرفيهم شخصية رولا بالأغاني بتاعتها. ايه أكتر أغنية في الألبوم قريبة لقلبك؟ لا دي صعبة قوي، بس أصوات بلدنا هي دي فكرتي، فأنا عشان بحب مصر وحشتني مصر لما كنت برا، دي عزيزة عليا جدا. كل ثانية بتاعت علاء الراوي دي برضو بحبها قوي. اوكي لا لا بقول الالبوم كله يا جماعه بحبها جدا. في اثنين لسه ما سمعتهمش في الالبوم، ملحن محمد كرارة لحنهم، نكد شويه اوكي ما فدول يعني خلوني اعيط حتى وانا بسجل. ف دول معانا حاجه فيهم النهارده؟ لا لا للاسف. ما كنت مش عايزه تنكد علينا. مش عايزه اعيط، انا بحبكم مش هنكد عليكم. اوكي فالالبوم كله قريب لقلبك ما شاء الله. كل اغنيه فيها يعني حاجه دبلوماسيه فظيعه. طيب في على الفان بيج وعلى الاس ام اس، على الاس ام اس الاول في ساره بعتها بتقول لك صوتك حلو قوي واخبار المهرجانات ايه؟ ايه اكتر مطرب قريب لقلبك ولون غنائي قريب ليكي انت بتفضليه؟ بس كده. شكرا قوي يا ساره. مهرجان انا من زمان كسبت الجائزه الكبرى في المهرجان الاغنيه الانترناشنال اوكي الدولي. وايه اكتر لون غنائي بتحبيه؟ كل الالوان. انا برج الجوزاء فانا سكيزوفرينيا، بحب كل الالوان وبحب الناس قوي، فبحب ارضيهم واحب ان انا المسهم فبس. طيب في بجد اغنيه جميله قوي وصوتك تحفه في الهندي، كنت فين من زمان يا رولا؟ ده حسام. شكرا يا حسام. نفسي اسمع بالفرنساوي الاماكن بالفرنساوي، ويا ريت يا رولا ما تكسفنيش. يعني ايه الاماكن بالفرنساوي؟ الاماكن ما اعرفش. الاماكن دي حاجه، دي محمد عبده زي بالفرنساوي. ميكس غريب. طيب في كمان دايما في المقدمه وصوتك رائع يا رولا، ربنا يوفقك، والصوره بتاعتكم حلوه جدا، ده حسام برضو. شكرا يا حسام. تامر بيقول لك صوتك حلو جدا جدا وبيفكرني بصوت داليدا. شكرا يا تامر. طيب عايزانا نسمع ايه دلوقتي يا رولا؟ عشان احنا خلاص فاضل لنا اغنيه دي وهنرجع نختم مع الناس. اوكي يلا نهيص تاني. وفي اغنيه اسمها قد الدنيا، ايوه الحان محمد وزيري اوكي وتوزيع محمد الشاعر وكلمات محمد وزيري برضو. اوكي 105.3 رقم الاس ام اس والتليفون 38-35-316. خلاص قدامنا 7 دقايق بالظبط، بعتوا كل اسئلتكم لرولا زكي على 105.3 او الفان بيج يا نغمه في ام بالعربي بالفرنك عربي. يا اللي انا فيه ولا شيء يقدر يوصل وشوف تحلم بايه تلاقيه وفي ثانيه. اسمع
تسمعه واحدة وبس مع نيرة شريف على نغم اف ام. واحدة وبس. رولا سمسم بيقولك انت هتتحزي النهارده. مش عارفه ليه. سمسم يا مسمسم شكرا ربنا يخليك. ورجعنا لكم في اخر لينك في حلقتنا النهارده. نازل لك الوقت يا رولا عدى معاكي بسرعه جدا. كان المفروض تيجي ساعتين. انت قلتي لي ساعه واحده. انت كان المفروض تيجي ساعتين صح كده؟ ندمانه ولا مش ندمانه؟ اخر تليفون معايا النهارده انت اللي هتقدميه. اتفضلي. نادر عزت الشاعر نادر عزت اللي كامل فيه مقالب قد كده اللي كتب لي اصوات بلدنا. يا نادر ازيك؟ ازيك يا نير؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله كله تمام. نعم زيك الحمد لله. ازيك انت؟ ما فيش فيها مقلب المره دي يعني. ما هي كانت بتحاول بس يعني انا حاولت على قد ما اقدر اسيطر على الموضوع. لا مش ممكن. لا انا عامل فيها مقالب بس يعني بعرفها دايما. رولا بالذات عامل فيها مقلبين عمري ما هنساهم في حياتي. طب ما تقول لنا كده سريعا. المعلمه روايح. الله كده. المعلمه رايح والجزار بتاع احنا الجزار. يعني اصوات اصلا بعيد عن شخصيتها تماما. يعني هي كيوت وهاديه وجميله ازاي معلمه روايح والجزار بتاع اللحمه؟ سمعك شويه. استنى نادر نادر استنى خليها تسمعنا. يلا سلام عليكم. استاذ نادر فظيعه. انا روايح. اتقابلنا في دوره الميه ولا مؤاخذه. اتفضل. ولادك ما بتتكسفيش تعملي كده قدام ولادك. ده انت ام. ولادي حافظين كل ده. والجزار بتاع اللحمه. سلام عليكم استاذ نادر. ايوه مين معايا؟ وانت يعني بترد يا عيني يا نادر. انا لقيت مره رقم رد احنا نوضح. لما برد لقيت حد غريب جدا. انا قلت رقم غلط. وبعد كده عشان المقلب اللي بعديه عشان تسبقها اكتر كلمتني رقم غريب. اوكي. لازم يعني انا بروفيشنال يا نيره. طب ربنا يستر ما تعمليش فيا حاجه. في سكريبت بيتكتب كل سكريبت. يا نادر يعني سريعا سريعا في دقيقه واحده كلمني على اصوات اصوات بلدنا. تعاون معاك انت ورولا زكي. اصوات بلدنا كانت فكره رولا بصراحه. هي كلمتني عن الموضوع. يعني حاولنا نعمل موضوع يعني من كل الاصوات او معظم الاصوات يعني اوكي اللي بنسمعها. وكانت فكره جديده جدا وان شاء الله ربنا يسهل يعني تكسر الدنيا يعني. يا رب. بشكرك يا نادر جدا وان شاء الله قريب تبقى معانا برده في الاستوديو. يا رب ان شاء الله. ميرسي يا نادر. شكرا يا نادر. باي. سلامات. باي. اتكل على الله يا نادر قبل ما تعمل فيك حاجه. باي باي. اخر مسج في حلقتنا النهارده رولا. يو ار يونيك. انت فريده. يونيك اون فرانسي. نورتيني يا رولا. يعني كانت حلقه حلوه جدا ومميزه جدا جدا وان شاء الله تبقي معايا تاني ويبقى في البوم كمان جديد اكسكلوسيف عندنا بقى في نغم نسمعه ان شاء الله. شكرا قوي يا نيره. انت كتكوته اكتر ومنوره حبيبتي. كلتها. هنسمع اصوات بلدنا اللي من ألحان نادر عزت. مظبوط كده؟ لا ألحان محمد وزيري. كلمات نادر عزت. طيب هنسمع أصوات بلدنا دلوقتي. بشكركم جدا جدا. ويك أند سعيد عليكم كلكم يا رب. وإن شاء الله يعني رولا هنتقابل تاني أكيد قريب. اتفقنا؟ إن شاء الله. اتفقنا؟ قولي لي اتفقنا. سلامات. اتفقنا. احنا قلنا هنسمع إيه دلوقتي؟ أصوات بلدنا. حاضر يا رولا. عيني يا رولا. أهي. باي باي. باي. Hello.